فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الشركة التي أعمل عندها توفر لي بطاقة للتأمين الطبي، فهل يجوز لي أن أستعمل هذه البطاقة عند قيامي بالعلاج؟ لا، لا تستعمل التأمين التجاري، لا تستعمله لا في الطب ولا في غيره. وإذا احتجت إلى العلاج عالج على حسابك من مالك الخاص، أطهر لك وأطيب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله، تعالج على حساب الناس. نعم.